السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عبدو سبور ديزل. في جديد أخبار اللاعبين المحترفين، كشف نهار اليوم موقع ليفربول إيكو الإنجليزي بأن اللاعب الدولي الجزائري ومدافع نادي ريال بيتيس الإسباني عيسى موندي يتواجد على رادار بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم نادي ليفربول. وأكد ذات الموقع بأن إدارة الرأس تسعى لضم اللاعب الجزائري خاصة وأن عقده مع نادي ريال بيتيس لم يتبقى فيه إلا سنة واحدة فقط، وهو ما سيكون في صالح إدارة النادي الإنجليزي من أجل ضم اللاعب بأقل قيمة مالية ممكنة. ومن جهة أخرى، أكدت المواقع والصحف الإسبانية بأن إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني ترى في التعاقد مع اللاعب الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتاماندي مدافع نادي مانسيتي الإنجليزي، حيث أكد موقع بيتيسوا بأن إدارة النادي الأندلسي ترى في التعاقد مع المدافع أوتاماندي من أجل تعويض رحيل اللاعب الدولي الجزائري عيسى موندي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ومن جهتها، صحيفة الميرور البريطانية أكدت هذا الخبر بقولها بأن اللاعب الجزائري يتواجد محل اهتمام نادي نيوكاسل وكذلك نادي أولمبيك ليون الفرنسي ليدخل سباق مؤخرا نادي ليفربول الإنجليزي من أجل خطف اللاعب عيسى موندي. سلام.